ذكره صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكل شيء وعند كل شيء، بل لا يطيب شيء إلا بذكره صلى الله عليه وآله وسلم. الأفراح يزيدها بهجة، يزيدها أنس، يزيدها فرح، يزيدها ارتياح، يزيد أهلها طرب. ثم قال إنه إذا كان مفتتحا ذكر الله سبحانه وتعالى ومقرونا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تطيب الأكوان ولا الأشياء ولا المجالس ولا البهجات ولا الزواجات ولا الارتياحات عند ذكره صلى الله عليه وسلم. لا يزال فيه مردة من الشر وأهل الشر، ومردة من الجن وأهل الجن، وفيه من البلاء، وفيه من الهوام، وفيه من الضر، وفيه من كل شيء. هذا كله قالوا يدفع ذكر محمد. إذا أكثر الإنسان من ذكره صلوات الله وسلامه عليه ذكر، دفعت هذه الأشياء كلها وحفظ الإنسان. لأن المفسرين رحمهم الله قالوا إن كثيرا من الهوام والحيوانات وما شاكلها إذا قرأت الآية عندها دفعتها. سلام على نوح في العالم. فإذا كان ذكر السلام لنوح يفيد، فبالأولوية لمحمد.